السلام عليكم. اليوم رانا نتكلم على مشروع قطب جامعي جديد ب 5000 مقعد بيداغوجي ليصل في غضون عامين إلى 10000 مقعد بيداغوجي بجامعة محمد الشريف مسعدية بسوق أهراس. إذن وهذا القطب الجامعي على حسب ما رانا نشوف الصور فيه جزء منه راه انتهى وسوف يفتتح في السنة الجامعية المقبلة، وتبقى 5000 مقعد سوف تنجز على يعني أثناء العامين القادمين ليصل المجموع إلى 10000 مقعد، وهذا يعتبر مكسب هام للقدرات الجامعية لولاية سوق أهراس. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.